honor to present my talk today about percutaneous paravalvular leak closure. I will address three major questions. Why BVL is important, who is candidate for paravalvular leak intervention, and finally how. Among more than 200,000 prosthetic valve surgery done every year, between 5 to 18% of patients developed paravalvular leak. At least 5% of them have significant symptoms that warrant re-intervention. أما نشوف الجراف هنا هنلاقي إن معظم البارافالفر ليك بيحصل في أول سنة بعد الجراحة وبيبقى related mainly لسيرجيكال technique زي سوبر أنيولار بوزيشن in case of aortic valve أو using continuous suture in case of mitral valve, fibril tissue. بعد كده بنسبة أقل بيتشاف related لدهيسنس of valve due to endocarditis or resorption of annular calcification. And here is a clear example of how resorption of annular calcification can lead to significant paravalvular leak. I'm sorry, sorry to interrupt Borai, but it was good to build on that. The Sura Lefetet is an in-house built. This is the combined work between the engineers and 3D TEE specialists, FAS1. But they sort of make our lives very easy by providing us with these interesting diagrams. Sorry about that. اسف جدا. اما بنتكلم عن البارافالفر ليك احنا مش بنتكلم بس على موربيديتي بتاعت البيشنت بهارت فيلير سيمتومز او هيموليسيس but the severity of paravalvular leak is translated into mortality. لما نشوف الجراف هنا هنلاقي ان البيشنت اللي عندهم مودريت او سيفير paravalvular leak ليهم less 3 year survival in comparison to those without BVL or with mild BVL. ده يخلينا نتحرك للنقطة اللي بعد كده اللي هي المانجمنت بتوع العينين دول. عندنا two pathway either percutaneous or surgical. مشكلة السيرجري في العينين دول ان اغلبهم هيبقى candidate لسكند او ثيرد ريدو سيرجري with very high in hospital mortality بيوصل 15% في السكند ريدو 37% في الثيرد ريدو ثلثهم على الاقل هيخرج برضه ب paravalvular leak تاني. بالمقارنة مع البيركوتينيوس ابروتش هو less invasive مع procedure success بيوصل 86% less rate of in-hospital complication between 5 to 8% in-hospital mortality less than 2%. Now who is candidate for paravalvular leak closure? Simply patient with moderate or severe paravalvular leak associated with either refractory heart failure symptoms NIHA 3 or 4, refractory hemolysis requiring repeated blood transfusion to reach hemoglobin of 10. This clearly contraindicated in case of valve instability, such as rocking valve or large dehiscence, more than 30% of sewing ring, active or recent endocarditis. الإيكوكارديوغرافي هو الكورنر ستون في الأسسمنت بتاع البارافالفرال ليك بالتحديد الـ 3DTE بالذات لو احنا بنتكلم في الميترال بارافالفرال ليك عشان كلنا عارفين الليميتيشن بتاع ترانسوراسيك ايكو في الميترال بروسيسز اسسمنت نتيجه الاكوستيك شادو. الترانسوراسيك ايكو ممكن يكون ليه رول في الانتيريوري لوكيتد ديفكت في الاورتيك بروسيسز. برضه ممكن يبقى في انديسز تدينا كلو ان في سمثينج ابنورمال ريليتد للفالف ان احنا نلاقي مثلا البيج جريدينت او مين جريدينت عالي على الفالف ومفيش تفسير واضح بالذات لو الفرق ما بينهم اكتر من 10. السي تي لي رول بالذات في الاورتيك بارافالفرال ليك او لو احنا هنستخدم ترانس ايبيكال ابروتش زي ما هنشوف قدام. اللابوراتوري ورك اب بيبقى المين ايم بتاعه ان احنا ندريس او نديتكت الهيموليسيس وان احنا نرول اوت اكتيف انفكشن. في الاسسمنت بتاع الميترال بي في ال مهم ان احنا نستخدم نفس النومنكلتشر عشان نسهل الكوميونيكيشن ما بين الايمجنج تيم وما بين الانترفنشن تيم. الصوره الواضحه قدامنا دي هي السيرجيكال فيو اللي بنقدر نشوفه في ال 3 دي زوم مود في التي اي. بيبقى اناتوميكالي اورينتد بحيث يكون الاورتا انتيريوري عند الساعه 12 زي ما شايفين هنا والابندج عند الساعه 9 لاترالي البوستيريور انيولس عند الساعه 6 والسبتم عند الساعه 3. مهم ان احنا نكوريليت الصوره اللي احنا شايفينها دي مع 2 دي ايكو. فمثلا لو احنا بنتكلم عن الابيكال فور شامبر فيو عند زيرو انجل او بيبقى قاطع الانيولس زي ما احنا شايفين في المكان ده فبنلاقي عندنا الديفكتس اللي ريليتد للاورتا عند الساعه 12 هتبان هنا
واللي ريليتد للبوستيريور انيولس هتبان في المكان ده. With more rotation to get the apical two chamber view، ده بيبقى الاكسس بتاعه قاطع الانيولس زي ما احنا شايفين بالعرض ما بين السبتم والابندج، هيبان لنا الديفكس اللي ريليتد للابندج عند الساعه 9 واللي ريليتد للسبتم عند الساعه 3. ما بينهم الابيكال 3 شامبر فيو، ده بيورينا الديفكس ريليتد انترولاترال للاورطه عند حوالي الساعه 11، او البوستروسيبتال اللي ريليتد اللي عند الساعه 5 تقريبا. ده اكزامبل هنا احنا في الابيكال 3 شامبر فيو شايفين عندنا ديفكت كوز سيجنيفيكانت بارافالفر ليك، هو ريليتد هنا للساعه 11 لو احنا طبقنا عليه الفيجر اللي احنا شايفينه. وما جبنا 3D زوم مود احنا فعلا لقينا الديفكت زي ما توقعنا من 2D ان هو عند الساعه 11 تقريبا. طب ليه ما استسهلش واجيب الصوره 3D على طول؟ مشكله ال 3D ان هو معتمد على الجين، لو انا قللت الجين بتاع الصوره دي شويه ممكن الاقي مالتيبل ديفكتس بان عندي بيدي فولس امبريشن اوف بي في ال، فلازم الانتجرال اسسمنت بال 2D وبال 3D مود. احنا حددنا كده قدرنا نلوكالايز مكان الديفكت ونحدد عددهم، مهم بعد كده ان احنا نعرف السايز بتاع الديفكت والسيفيريتي بتاعته. هنا المالتي بلانر ريفورميشن مود، اول حاجه بنعمل فيرتيكال الاينمنت مع الديفكت، نحرك الكورسر في الصوره الثانيه هنا عشان نجيب النارو ستينك، بيظهر عندنا هنا الافكتيف ريجرشن تو اورفيس اريا، وبقدر احسب منها اللينس والويتس بتاع الديفكت. ده بيساعدنا في تحديد مقاس البلاج اللي احنا هنستخدمه وفي الجريدنج بتاع السيفيريتي بتاعت البارافالفر كليك. واحنا جوه القسطره مهم ان احنا نربط الصوره اللي شفناها في الايكو دي مع الفلوروسكوبي عشان نجيب الانفاس فيو بتاع الميترال فالف. احنا بنشتغل في ليفت كودال فيو بيبان لنا الفالف بالشكل ده. سيمبلي الصوره هنا هي ميرور ايمج للسيرجيكال فيو اللي شفناه في الايكو، بحيث هنا السبتم هو عند الساعه او الساعه 3 عند الرايت سايد بتاع البيشنت، والابندج عند الليفت شولدر بتاع البيشنت. الاورتك بي في ال زي ما قلنا ممكن ناسس بترانسفرسك ايكو او ترانسوسوفجيال زي ما احنا في الفيو هنا شايفين. احنا بنكوريليت الديفكت او الريبورت الديفكت ان كوريليشن ويز كورونري ساينس، مثلا لو هو اوبزيت للنون كورونري ساينس بدايه من الساعه 7 للساعه 11، للليفت كورونري ساينس من 11 ل 3، او للرايت كورونري ساينس من 3 ل 7. باي ذا واي اشهر مكان للاورتيك بارافالفر ليك هو بيبقى ريليتد للممبرانس سيستم اوبزيت للنون كورونري كاسب، حوالي 46% اوف اورتيك بي في ال. جوه القسطره احنا السي تي بيساعدنا ان احنا نحدد الانجلز ونعمل اورينتيشن للكاسب اللي احنا او للديفكت اللي احنا هنشتغل عليه. سيمبلي لو احنا في نير اي بي بوزيشن بيبقى الليفت كورونري كاسب توردز الليفت شولدر بتاع البيشنت، والنون كورونري كاسب هو لناحيه الرايت شولدر. With more left cranial angulation بيبدا يبان عندنا الرايت كورونري كاسب بمكان النون كورونري كاسب. Regarding the approach، المين ابروتش في الاورتيك بارافالفر ليك بنقول عليه ريتروجريد ابروتش، لان احنا بنعمل وايرنج من الاورطه توردس ال في عكس اتجاه البلط. بعد ما عملنا وايرنج للديفكت زي ما واضح في الصوره هنا، بندخل بعد كده بالدليفري سيستم بتاعنا بنعمل ديبلويمنت للبلج. بالنسبه للميترال فالف الابروتش فيه a little bit more complicated، بيعتمد على مكان الديفكت. لو الديفكت لاترال بيبقى الاكسس بتاعنا انتجريت ترانسبتال، بيساعدنا فيه ديفليكتبل تيب شيس اللي هو الاجيلس شيس. لو الديفكت بوستيرور او ميديال ساعتها بيبقى ريتروجريت ترانسبتال ابروتش هو اوف تشويس، سواء بيركوتينيوس او عن طريق ميني ثراكوتومي. لو هو انتيريور ريليتد ديفكت ريليتد للاورطه بيبقى ريتروجريت ترانس اورتيك ابروتش هو اوف تشويس. بعد ما احنا عملنا وايرنج للديفكت بنبقى محتاجين استابيليتي للسيستم، فعندنا وان اوف تو اوبشن، ايذر ان احنا نريبليس الواير باكسترا ستيف واير ونشتغل عليه، او لو احنا محتاجين مور سبورت وده في اغلب الحالات بنحتاج ان احنا نعمل ارتيريو فينوس ريل. لو احنا داخلين انتي جريد بعد ما الواير بقى في ال في بنعمل له سنيرنج وبنخرجه من الفينوس اكسس، فبيبقى عندنا ارتيريو فينوس ريل بنشتغل عليه. لو احنا داخلين ريترو جريد من الاورطه او من الايبكس بنعمل ترانسبتال بانكشر ونعمل سنيرنج للواير من الليفت اتريوم. ده اكزامبل هنا الحاله احنا داخلين انتي جريد ترانسبتال، ده الاجيل الشيس، عملنا وايرنج للديفكت وبعد كده عملنا سنيرنج للديفكت عشان نعمل الريل. بالنسبه للايبيكال ابروتش السي تي از فايتال في البلاننج بتاع مكان البانكشر، بيحدد لنا المكان المناسب هو ايدل ان هو يكون في الانتيريور وول بتاع ال في بين التو بابيلاري ماسل،
away from lung tissue and away from the LAD. واحنا برضو بنعمل البنكشر بنعمل left coronary angiography عشان نتأكد ان احنا away from the LAD. بالنسبة للأكسس بتاعنا في transapical بيبقى either 4 or 5 French sheaths. ميزة ان احنا نستخدم low profile sheaths ان احنا ما بنحتاجش device closure بعده. في حال ان احنا احتاجنا نupgrade ل 6 French or more sheaths ساعتها بنحتاج ان احنا بعد ما نخلص بنعمل closure عن طريق BDE device او عن طريق vascular plug حجمها نفس حجم الشيس اللي احنا استخدمناه. ده example لحالة retrograde transapical عندنا الوار هنا بقى في ال LV. بعد كده زي ما واضح ان احنا ده عملنا transeptal puncture وبنعمل snaring هنا للواير وبقى عندنا apical venous rail. دخلنا بعد كده بال delivery catheter عملنا deployment للبلاج زي ما واضح في الصورة. التول كيت بتاعتنا بتبدأ من الاكسس سايت للترانسبتال كيت انكلودنج الاجيل الشيس اكسترا ستيف واير او اللونج اكستشينج واير مع السنير لو احنا هنعمل ريل الدليفري كاستر او الدليفري شيس بتاعنا والبلاجز. اختيار البلاج معتمد على السايز بتاع الديفكت والشيب بتاعه. عندنا تو مين فاميليز من الكلوجر ديفايس الامبلازر فاميلي. هي الامبلازر فاميلي احنا بنستخدمها اوف ليبل في البارفالفر ليك هي مش ابروفد للزد بيربس هي بتستخدم مينلي فور فاسكولار امبلايزيشن بعكس الاوكليتيك هو اخد يوروبيان ابروفل فور بارفالفر ليك كلوجر بس ستيل نوت اف دي ابروفد. البلاج هو عباره عن نيتينول مش ورك بيتكون من تو ديسك وويست في النص ليه كذا شكل. الاي في بي 2 موديل ده بيبقى سيركولر ده بيفيت اكتر مع السلندريكال شيب ديفكت. الـ AVB3 بيبقى rectangular ده بيفيت أكتر مع crescentic shape defect والـ AVB4 ده بيبقى conical low profile ده مستو إن هو ممكن يبقى delivered في اللونج تانيد BVL زي اللي بتشاف في عينين التافي. الـ occlitic family هي فرقها عن الـ ambulator family إن هي covered بpolytetrafluoroethylene cover ده بيعمل immediate sealing للdefect بعكس الامبلاتسر فاميلي هي عباره عن نيتينول مش ورك بس فبتحتاج 3 to 6 months for complete insulation and complete sealing. عندنا تو شيب من الاوكلوتيك ريكتانجولر والسكوير شيب وتو تايب من الويست الفول ويست ده اكتر واحد بيستخدم والتويستد تايب ده عشان النارو نيك ديفكت او لو في انترفيننج سوتشر في وسط الديفكت. في حاجات تانية برضو كانت بتستخدم قبل كده في الـ BVL closure زي الـ muscular VCD device أو الـ BDA closure device. مشكلة الـ BDA closure device بالذات الـ first generation هو كان بيحتوي على ديسك واحد ففرصة الـ embolization فيه عالية. الـ muscular device مشكلته إن هو more stiff فـ reported rate of hemolysis after using it was high. الجايدنج كاستر او او الشيس اللي احنا هنستخدمه ديليفري شيس المقاس بتاعه معتمد على مقاس البلاج اللي احنا هنستخدمه وعدد البلاجز اللي احنا هنديليفر في المره الواحده. التيم ابروتشز مانداتوري في البارابرا ليك عندنا في الصوره واضح الانترفينشن تيم معانا الانستيزيا تيم والايكوكارديوجرافي تيم. في حال ان احنا كنا هنعمل سيرجيكال ترانس ابيكال ابروتش زي ما الدكتور احمد ورى بيبقى معانا السيرجيكال تيم. في معلومة مهمة برضو لو احنا عندنا large defect الافضل ان احنا نستخدم two small plug عن ان احنا نستخدم single large one. مشكلة البلاج ان كل ما حجمه بيزيد كل ما الديسك سايز بيزيد وكل ما الهايت بتاعه بيزيد ففرصة انه يعمل impingement للفالف اوكلودر بتزيد. ACT monitoring is crucial to avoid embolic events and avoid catastrophic stuck valve. بنبقى targeting ST more than 300. البروستاتيك اوكلودر موفمنت مهمه بنتابعها بالفلوروسكوبي وبالايكوكارديوجرافي واحنا شغالين. مهم ان احنا نشوفها بعد ما عملنا ديبلويمنت للبلاج وقبل ما نعمل ريليز ليها. هيموديناميك مونيتورنج از اولسو امبورتنت سبيشال لو احنا عاملين ريل عشان احيانا الريل ده مع التنشن على الاورتيك كاسب ممكن يعمل اكيوت سيفير اورتيك ريجرج وهيموديناميك كولابس. I will show a couple of cases. The first case is a 50-year-old female patient.
status post mitral valve replacement twice 10 years ago, presenting with NIHA 3 heart failure symptoms and refractory anemia. Here in the apical four-chamber view, we can appreciate a significant paravalvular leak related to the posterior annulus at 6 o'clock. With more rotation at the apical two-chamber view, the regurg is still persistent at 9 o'clock. فاحنا كده متوقعين ان في large defect اخد من الساعة 6 للساعة 9 وده اللي بان فعلا في ال 3 zoom mode. الديفكت بالحجم ده بيبقى تشالنجينج في اختيار مقاس البلاج اللي احنا هنستخدمها وعدد البلاجز. ففي الحاله دي احنا عملنا سي تي سيجمنتيشن وعملنا منه 3 دي موديل، وهنا عملنا بنش تيستينج عشان نختار الاديكويت سايز ونمبر اوف بلاجز. هنا احنا جوه القسطره عملنا ترانسيتال انتجريد وايرنج، ده الاجيل الشيس وده مالتي بيربوس كاستر عملنا بها وايرنج للديفكت. الخطوة اللي بعد كده ان احنا عملنا ريل، بعد كده دخلنا بالدليفري سيستم دليفري شيس وعملنا سيمالتينيوس ديبلويمنت اوف تو بلاجز. المشكله اللي عندنا هنا ان احنا محتاجين ندليفر البلاج الثالث من غير ما نخسر الريل ده ومن غير ما نحتاج نواير تاني الديفكت. في طريقه اسمها انكل واير تكنيك، هي ببساطه ان احنا بنخرج بالدليفري شيس من على الجايد واير والكيبلز وبعدين ري انتروديوس على الجايد واير لوحده. بعد كده بقى عندنا روم ان احنا ندخل الثيرد بلاك زي ما واضح في الصوره هنا. بعد كده دي صوره بعد ديبلويمنت للبلاجز، دي الفاينل ايكوكارديوجرافي بيكتشر. سكند كيس از 30 يير اولد ميل بيشنت سيتس بوست اورتيك فالف ريبليسمنت 3 ييرز بريزنتنج ويز نايها 3 هارت فيلير. هير از ذا شورت اكسس فيو showing a large defect extending from 9 o'clock to 11 o'clock related to non-coronary cusp. ده CT segmentation picture بتاعت الديفكت. هنا احنا دخلنا ب two trans-arterial system transfemoral، واحد فيهم دخلنا ب delivery sheath وعملنا spontaneous أو simultaneous deployment ال two plugs، وعن طريق ال system التاني دخلنا guiding catheter وعملنا deployment لل third plug. ودي الفاينل بيكتشر بعد الديبلويمنت. And finally thank you.